هذا وادي عبير. حيث عاش الأجداد في قديم الزمان، والآن أصبح مهجور بسبب شح المياه. وهنا مياه من الأمطار، وهنا باقي يزرع الفجل وبعض القات. وهذه حجر الضبع، حتى الوحوش التي كانت تعيش في هذا الوادي انقرضت، ولم يتبقى إلا الوبر والعقب. هذا الشروي طريق عبير، الشروي. وهناك تقع قرية المخباة. والمراعي مليان، ولكن الناس يعني استغنوا، فلم يعد هناك الكثير من الرعيان. وهذا مازن، مازن مسعد راح يرعوه. بعيد وبعيد هناك. وهنا وادي أسحن، وهنا نخزن بعد الظهر في هذا الجرف. هذه هي المداكي، الإطلالة المطلة على وادي يعبير العريق، حيث الأجواء الحلوة والأمطار الخريفية. والآن الرحلة أمامنا إلى جرف المطاحن، إلى الرأس هناك. وهنا تقع خيران هناك في الخلف والجربتين.